السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، كل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. صلى الله باذن الله بفضل ربنا الفتره اللي جايه هيكون عندك تبشرات حلوه، والقراءه دي هتبشرك بالخير. ولو انت مستني حاجة معينة تسمعها هتسمعها في الفيديو بإذن الله، ونشوف مع بعض الأخبار والتوقع من الله. عايز أقولك إن باين على قراءتك كلها تبشرات حلوة. عندكم حرف الألف، حرف الدال، حرف السين، حرف العين، وحرف الميم والنون. دول الحروف دول موجودين في حياتك. الحروف دول ممكن يكون بينكم ما بين حد منهم علاقة عاطفية، بينكم وبين حد منهم كلام، بينكم وبين حد منهم أمور، الله أعلم. بس انتوا هنا محتاجين حبة راحة علشان تركزوا كويس جدا على الفترة اللي انتوا فيها. محتاج تاخد حقك في راحتك، تاخد حقك في صحتك، محتاج تعالج المسألة اللي عندك تعبانة، اذا كان في جسمك او اذا كان في الله اعلم في ايه بالظبط. بس انت الفترة دي كل اللي مطلوب منك ان انت تحصن نفسك اول باول، وتشتغل على نفسك كويس جدا علشان تطلع نفسك من كل الازمات اللي انت فيها. هتسمع خبر حلو بقالك مدة عمال تشتغل عليه، بقالك مدة عمال تسعى عشان تسمع الخبر ده. فعشان كده انصحك تقلل شوية من القلق، تقلل شوية من الشك، وهيبقى عندك اشارات. الاشارات دي هتشتغل عليها وهتلاقي الدعم اللي انت حاليا منتظره، او هتلاقي الدعم اللي انت شغال عليه. انت مشكلتك بس ان انت بتعاني من تقلب المزاج، وعشان كده بتدخل نفسك في فترة فيها مشكلة بينك وبين صراعك بينك وما بين ارتباط نفسك بنفسك. فلا، هدي اعصابك. مهما يظلموك ويتكلموا عليك، ما تنساش ابدا ان انت ليك رب كريم. ما تنساش ابدا ان انت يعني ما بتحبش تشمت في حد، دي حقيقة ما بتحبش تشمت في حد، بس بتقول انا هصبر هصبر لحد ما ربنا يجيب لي حقي. وعشان كده هتسمع احلى خبر في حياتك بعد كمان ما تعلن الحاجة اللي انت هتكمل جواك، او المواضيع اللي انت هتعملها. خلي بالك انت ممكن يكون عندك طفل مولود جديد، خبر حمل، كلام جديد، الله اعلم. انت هنا بتعاني من بعض الضغوط، بتعاني من بعض التفكير، بتعاني من حاجات اكتشفتها في حياتك على حقيقتها. اكتشفت ناس بتكذب، اكتشفت ناس مدالك ايدها وبتحاول تساعدك، بس هم فعلا خاينين، هم فعلا كذابين. في كمان هنا شخص انت ندمت قوي على معرفته، ندمت ان انت غيرت من نفسك كتير جدا لترضيه، وفي الاخر ما طلعش زي ما انت فاكر، بالعكس زعلك. وعشان كده انت هنا محتاج تاخد خطوة جديدة عشان تبني حاجة جديدة جواك. انت لو متعرض لأزمة او ضغط نفسي او كلام حاليا بتمر بيه، لا، كل اللي انا عايزاك تاخده ان انت ما تتسرعش ابدا، وتاخد فرصة حلوة تطبطب بيها على نفسك. ودايما اقول لك ما ترجعش لاي حد، ما ترجعش لاي حد سابك علشان خاطر ما تدخلش نفسك في مشاكل. مين الشخص الطويل الرفيع اللي كان بينك وما بينه امور وفجأة انفصلته؟ في شخص عندك بيراقبك، الشخص ده بيراقبك على السوشيال ميديا او بيراقبك في حياتك في العامة. فلا، كل اللي مطلوب منك ان انت ترتب بعض امورك، ترتب بعض الامور اللي عندك ان شاء الله باذن الله. للمتجوزين ممكن يكون عندكم كلام بينكم وبين الشريك، او خبر حملة هتسمعوه باذن الله. في كلام هنا كمان يخص المنفصلين. المنفصلين لا، اطلعوا من طاقات الغدر اللي انتوا فيها، اطلعوا من طاقات الهم اللي انتوا شايلينها على كتفكم، وبصوا لنفسكم وما تسمعوش كلام اي حد. ولو في خلاف بينكم وبين حد باذن الله هيتحل.
عايزه اقول ليكم كلكم ان انتوا هنا عندكم احلى حاجه هتخلصوها الفتره اللي جايه باذن الله. الفتره اللي جايه دي انتوا هتسعوا، ومش هتسعوا بس، لا ده انتوا هتشتغلوا، ومش هتشتغلوا بس برضو، هتعفروا وهتوصلوا وهتكملوا الحلم الناقص عندكم. ليه؟ علشان شفتوا من الغدر كتير، شفتوا من الامور اللي فيها مشاكل كتير، فحان وقت ان انتوا تاخدوا اللي انتوا زرعتوه. وفي حاجة هنا في بيوتكم عمالين تسعوا وتشتغلوا علشان تصلحوها، الله اعلم ايه اللي بايظ عندكم، بس انتوا عمالين تشتغلوا عشان تصلحوا الحاجة اللي بايظة عندكم، وبإذن الله هتتصلح في مجال خير. في هنا علامات بتظهر في جسمك، علامات الله اعلم، بس طاقات الانتظار اكتر حاجة انت حاليا بتتمناها، طاقات الانتظار اكتر حاجة حاليا عمال تسعى عليها. انت في ارض بيتك، في ارض بيوتكم مش مرتاحين، في ارض بيتكم في حيرة، في ارض بيتكم في كلام، في حاجات انتوا بتعملوها ومحدش يعني اذا كان عندكم حما، الله اعلم مين عندكم في ارض البيت، مهما تعملوا ومهما تقدموا الخير محدش بيتمر فيه اللي انتوا بتعملوه، محدش حاسس ولا مقدر اي حاجة انتوا بتعملوها، وعشان كده دايما بتقولوا يا رب. الله اعلم. في هنا طريق، الطريق ده مفتوح، الطريق ده لا اما طريق سفر لا اما تخليص ورق، الله اعلم. بس في حاجات بتظهر لك في شكلك، حاجات بتظهر لك الله اعلم، بس انت في حاجات بتظهر عندك خيال الله اعلم. هنا واقف وحيران ومستني تختار الطريق الصح، واقف وبتفكر ازاي اسعى علشان اوصل للهدف بتاعي الصح. ما تقلقش، انت عندك تحقيقات حلوة وعندك طاقات ايجابية باذن الله. فكر كويس علشان ما تندمش ابدا في اي قرار ممكن تاخده الفترة اللي جاية. عندك هنا الفترة دي كمان اهتمام بالنفس، انت هنا بدأت تهتم بنفسكم، بدأتوا تسعوا لتسعدوا نفسكم، بتحاولوا بقدر المستطاع تكبروا نفس يعني تكبروا دماغكم من الاستغلال ومن الكلام الكتير، وما بقيتوش زي الاول من كتر اللي انتوا شفتوه في حياتكم 180 درجة اتغيرتوا. مهما تروحوا وتيجوا انتوا عندكم اعداء، والاعداء دول باذن الله ربنا هيكفيكم شرهم، ومهما يحاولوا يؤذيكم ما تقلقوش ابدا، ربكم واقف معاكم وهيساعدكم وهيخلصكم من كل الطاقات السلبيه. بس في هنا بينكم ما بين حد من الابراج الناريه، اذا كانت علاقه او اذا كان ارتباط او اذا كان حد بيحبكم من الابراج الناريه، هو مش باين صلاتكم ايه بالابراج الناريه، بس انتوا عندكم حد من الابراج الناريه. الابراج الناريه دي بينك وما بينها تعامل، بينك وما بينها حاجه في حياتك، ونشوف مع بعض قراءتك وتبشراتك، باين على قراءتك كلها خير باذن الله. اول حاجه انت عندكم فرحه، الفرحه دي قريبة جدا جدا جدا، لإما قريبة لقلبك لإما قريبة لأرض بيتك الله أعلم، بس أنت هنا عندك فرحة قريبة جدا، والفرحة دي أنت هتحصل عليها طال انتظارها، بقالك مدة شغال عليها، بقالك مدة عمال تسعى، بتكمل بتشتغل بتعافر، الله أعلم أنت إيه اللي بتعمله حاليا، بس أنت عندك فرحة حلوة والفرحة دي قريبة جدا، وافتكر الكلام ده كويس جدا. في هنا كمان كمية انتظار، منتظر مكالمة، منتظر تغيير الله أعلم، بس انت حاليا عندك كمية انتظار. انتوا هنا تعبتوا 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 في شغلكم، تعبتوا في حياتكم، تعبتوا في شغل نفسكم على الآخرين الله أعلم، بس هنا عندكم تعب. المستقيم بتاعكم مش مستقيم، يعني مش كامل، علشان كده دايما عندكم نغزة في القلب، عندكم دوخة بتيجي من غير سبب، رغم ان انتوا بتحاولوا تطلعوا نفسكم من كل ضغطات الهموم اللي انتوا حاليا بتمر بيها، بس في قال وكن عليك، بس ده ما تقلقش. عندك هنا حبة خنقة بتجيلك من وقت للتاني، خنقة بتجيلك من وقت للتاني،
طاقات حزن وعشان كده ما بقتش تفكر كويس اليومين دول. لا، الفرحة دي هتشتغل عليك كويس جدا وهتخرجك من طاقة الهم الكبيرة اللي انت حاليا بتمر بيها، او من طاقة الهم اللي عمال تسعى. عايزاك قبل ما تخطي اي خطوة في اي موضوع او في اي حاجة معينة في حياتك، ياريت تخلي بالك كويس جدا 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 من اي كلمة او من اي مواضيع بتتفتح قدامك. كون حريص من الاشخاص اللي حواليكم. في منكم كمان هنا بتحاولوا ان انتوا تشتغلوا على الطاقة اللي انتوا حاليا فيها. انت ناوي، وافتكروا الكلام ده، انتوا حاليا ناويين، ناويين تطلعوا ناس من حياتكم، ناويين تشتغلوا على نفسكم، ناويين تعملوا حاجات كتيرة، ناويين تشتغلوا، ناويين تغيروا من نفسكم غير الاول. وبإذن الله هتطلعوا من طاقات الهم اللي انتوا حاليا فيها، علشان خاطر الفترة دي هتكون فترة ازدهار لنفسكم، وهتعملوا مواضيع كتيرة بإذن الله. في هنا كلام يخص الشريك او مواجهة تخص الشريك، الله اعلم عندك حاجة تخص الشريك. هيبقى في كلام، ممكن يبقى في مواجهة، ممكن يبقى في عتاب، ممكن يبقى في قعدة صلح، الله اعلم. بس في كلام يخص الشريك، وفي طرف ثالث هيحاول ان هو يتواصل معاك ويتواصل مع الشريك علشان يجمعكم مع بعض تاني، وعلشان تتكلموا مع بعض. ومن بعد المواجهة دي او من بعض المواضيع اللي انتوا هتتكلموا بينك وما بين الشريك، هتحطوا نقط على الحروف انت او هو، الله اعلم مين فيكم. بس في حد عنده هيعمل بداية جديدة لكل حاجة في حياته الايام دي، علشان طاقات الهم اللي انت بتعاني منها حاليا. بس علشان خاطر تكملوا فرحتكم وتكمل على خير، يعني اقول لكم ان انتوا تهدوا اعصابكم شوية وتبعدوا عن الحاجة اللي ممكن تضايقكم، اذا كانت عصبية، اذا كان تفكير زيادة، اذا كان ارهاق في الجسم. انصحكم تاخدوا فترة من الهدوء وتبصوا لنفسكم بشكل اوضح وبشكل مختلف، علشان الانتصارات تكون من نصيبكم. في هدية حلوة، في حاجة حلوة هتتقدم لك الفترة دي. بس عايزاكم دايما تعبروا عن مشاعركم، اذا كان عن إذا لو انتوا بتحبوا حد اتمنى ان انتوا تقولوا له، لو في كلام بينكم وبين حد اتمنى ان انتوا تتكلموا، الله اعلم يعني. بس الحاجة اللي عندكم اتمنى ان انتوا تتكلموا فيها. فاضل لكم خطوة او خطوتين بالظبط، وهتعملوا حاجة في قمة الازدهار الفترة دي. ورق هيخلص في المحكمة، امور هتتجدد عندك، استقرار نفسي، الله اعلم. بس انت هتقول، هتحمد ربنا وهتصلي ركعتين لله، وهتقول اخيرا الحمد لله انا حمدت ربنا على اللي انا فيه. انت طاقتك حلوة، ما تخليش اي حد يسيطر عليك في اي طاقة تخص حياتك. انت حاليا واقف، حاليا مستني، حاليا هتسعى، الله اعلم. بس انت حاليا ناوي على حاجات كتيرة جدا الفترة دي. وممكن كمان يكون عندكم خطوبة او زواج او ارتباط او علاقة حب جديدة، الله اعلم. بس حياتكم العاطفية الفترة دي هتتحسن وهتكون من نصيبكم باذن الله. عندكم هنا رزق، والرزق ده هيخص شغل جديد او مكالمة او حاجة معينة في حياتك، الله اعلم. بس انتوا عندكم حاجة تخص الفلوس الفترة دي، فرصة جديدة لبداية جديدة بإذن الله في حياتك الفترة دي. انت هنا مهموم، تعبان، مخنوق، وتشايل هم كبير على كتفك وماشي. دي كلها فترة وهتعدي. عندك هنا كمان في حد هنا انت يعني بتحبه، الشخص ده ملامحه حلوة، الشخص ده شكله جميل، الشخص ده بيحبك جدا ومخلص ليك، ودايما بيحاول يقرب منك، دايما بيحاول ان هو يعمل اي حاجة، بس انت مش شايفه بسبب ان انت تعبت كتير في الدنيا، فما بقتش شايف مين بيحبك ومين يكرهك. انصحك تديه فرصة ان هو عايز يقرب منك فعلا، وهو نيته صافية اتجاهك. هنا كنت شايل حمل لوحدك، شايل مسؤولية لوحدك، بقالك فترة عمال تسعى، بقالك فترة عمال تشتغل، بقالك فترة عمال تعمل حاجات كتيرة جدا، ومفيش حد واقف جنبك ولا في حد معاك.
ممكن كمان يكون عندكم مولود جديد الفترة دي. العين القوية اللي صايباك بالحسد هي اللي عاملة لك الوجع اللي في جسمك فجأة، وهي اللي عاملة لك الطاقات اللي عليك. انت في ناس عندك بتاعت سحور، في ناس عندك بتاعت مشاكل، في ناس عندك ما بتحبش الخير لحد، الله اعلم الناس دي ايه مشاكلها، بس هم ما بيخافوش من ربنا، ما بيخافوش من حد، دايما بيحاولوا يعملوا حاجات كتيرة جدا تضايقك، بس انت بسبب ان انت منصور من عند ربنا دايما نجمك عالي، ودايما عندك ازدهار في نفسك بفضل ربنا. شوف انت الفترة دي منتظر ايه، شوف انت الفترة دي عايز ايه، الله اعلم انت عايز ايه، بس الفترة دي هي من اكتر الفترات اللي انت عندك انتصار، هي من اكتر الفترات اللي عندك طاقات ايجابية. وخلي بالك انت الفترة دي ممكن تسمع اكتر من خبر، الاخبار اللي انت هتسمعها دي هتكون حلوة. انت هنا مشكلتك بس حاجة واحدة بس، ان انت اليومين دول متسرع، وعشان كده دخلت في دوامة بسبب حد، والدوامة دي حد ظلمك وكسر بخاطرك حاليا، او الحد ده اقدر اقولك بعد ما دخلك في الدوامة وطاقة الضيق اللي انت حاليا بتمر بيها سابك لوحدك، وما بقاش في حد جنبك. بس ما تنساش انت مهما يكون ان مفيش حد جنبك، ما تنساش ابدا ان ربنا واقف معاك. انت هنا دايما عندك ميزان العدالة، دايما بتحكم بالعدل، دايما ما بتحبش الكلام الكتير، صريح جدا في مشاعرك، صريح جدا بكلامك، صريح جدا في مواجهتك ما بينك وما بين الاخرين، بس محدش حطك في المكانة اللي انت تستاهلها. وعشان كده اقولك كبر دماغك من اي حد، وعايزاك تخلي بالك كويس جدا لو انت صحتك تعبانة، او في حد عندك صحته تعبانة، اتمنى ان انت تقف معاه، اتمنى ان انت تساعده، اتمنى ان انت تكون جنبه وتطبطب عليه، او تطبطب على نفسك وتخرج نفسك بكل القدرات من الطاقات اللي انت فيها. وخلي بالك فرحتك بإذن الله هتكمل على خير، علشان فرحتك طال انتظارها الفترة دي، فبالتالي ان شاء الله بإذن الله هتكمل وهتكون منصور. وخلي بالك المواجهات اللي عندك دي هتكون من صالحك، وهتكون فيها طاقات إيجابية بفضل ربنا لأيامك الفترة اللي جاية. قرار مهم، قرار مهم متوجب عليك ان انت تاخده الفترة دي. في شخص على موقع التواصل الاجتماعي عاوز يكلمك، عاوز يتكلم معاك، وانت حاطط سد بينك وما بينه. وفي هنا كمان سر كبير جدا هيظهر قدامك، ومن خلال السر ده هتعرف حقيقة الأشخاص اللي حواليك، وهتعرف كل واحد في حياتك عايز منك ايه وبيعاملك كده ليه. يعني انت الفترة دي هتاخد قرارات كتيرة جدا جدا في حياتك. في حد هنا ظلمك وجرحك وجي عليك، والحد ده سبب لك ضغط نفسي وخلاك تدخل في صراع بينك وما بين نفسك. لا، اهدى كده وخلي بالك من نفسك اكتر. هنا كمان غلطت غلطة، والغلطة دي ان انت سلفت فلوسك لحد ونكر جميلك ومرضيش يسدلك الفلوس اللي انت سلفتها له. لا، خلي بالك وما تخليش اي حاجة تحطمك، انت جوه قلبك تحطيم، لا اطلع من اللي انت فيه، واثبت وجودك للاشخاص اللي ظلموك بنفسك. في هنا فرحة، والفرحة دي الله أعلم هتكون بإيه، بس في فرحة حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية. وخلي بالك انت منتظر، ومن الانتظار في هدية عظيمة بتتحضر لك. الهدية دي بإذن الله هتكون فيها قرار مهم. في هنا بنوتة صغيرة شعرها جميل، البنوتة الصغيرة دي ممكن يكون عيونها ملونة او هي شكلها جميل. البنوتة دي يعني هي صلاتكم بيها قريبة جدا، بتحبكم قوي وانتوا بتحبوها.
طبطبوا عليها وخدوها في حضنكم او احتويها. ان شاء الله باذن الله ما فيش اي حاجه هتصيب البنوته دي، علشان باذن الله الحامي ليها هو ربنا باذن الله. في هنا كمان بفضل ربنا عليك وعلى ايامك اللي جايه هيبقى في لهفه واشتياق لشخص غايب عنكم، هتشوفوه وهتتكلموا معاه وهتتواجهوا بينكم وما بينه في الكلام، او هتتواجهوا بينك وما بين بعض في مواضيع باذن الله. حد عندكم من الابراج الهوائيه ممكن يكون في رجوع بينكم او شغل بينكم او كلام بينكم، الله اعلم. في هنا كمان الشخص اللي غدر بيكم وخانكم وكان هو سبب الاجهاض بتاعكم، او هو كان سبب الزعل اللي انتوا مريتوا بيه وخسرتوا مولود، خسرتوا طفل، خسرتوا حد عزيز على قلبكم، باذن الله قريب جدا ربنا هياخد لكم حقك. رغم الظروف اللي انتوا مريتوا بيها، رغم الالم والحيرة والتوتر اللي انتوا بتمروا بيه حاليا والوجع اللي عمالين تسعوا بيه، كل حاجة ليها وقت معين وربنا هيبشرك بالخير. انت مش عارف امتى ربنا ممكن يقضي لك حاجتك، بس اتأكد ان في اقرب وقت ربنا هيرضيك وهيكسبك الاجراء اللي انت يعني الحاجات اللي انت عملتها في حياتك. في هنا شخص، الشخص ده مخنوق متضايق، الشخص ده بيعاني من قلق من حيرة، الشخص ده في طاقات عنده مزعلاه او في مواضيع عنده مضايقاه الله اعلم، او هو اصلا في ضيق وفي خنقة وبيمر بكلام كتير في حياته، فياريت تخلوا بالكم من الموضوع ده. لو كان هو في سجن او اذا كان في خنقة اقفوا جنبه وساعدوه. عندك هنا ربط ده يعني خوف شديد جدا، خايف من محكمة، خايف من جلسة، خايف من حد بعيد عنك الله اعلم، بس هنا عندك طاقة خوف رهيبة وطاقة الخوف دي مخلياك مخنوق. لو كنت رحتوا عند مشايخ كتير، واللي بعض المشايخ اللي قال لكم عمل لكم سحر، وبعض المشايخ اللي قال لكم كلام كتير جدا، وصرفت فلوس كتير على مشايخ، او صرفت فلوس كتير جدا على الكلام ده الله اعلم، بس انت في فلوس صرفتها عندك فما تقلقش خالص. والشخص اللي انت منفصل بيه ممكن يكون في كلام او في مواضيع هتتفتح باذن الله. والشخص كمان اللي انتوا خايفين عليه ان هو تعبان، ما تنسوش ابدا ان ربنا كريم، ربنا كريم هيكرمكم وهيقضي لك حاجتك بفضل ربنا في الوقت المناسب. وعشان كده طبطب على نفسك وحب نفسك واشتغل على نفسك وكمل الحاجة اللي بتدور في بالك. انت اتغيرت 180 درجة عن الأول، ما بقتش الشخص بتاع زمان. هنا قلبك موجوع من الشخص اللي سابك وعمل لك بلوك وصدمك صدمة العمر بعد حب كبير في حياتك بينك وما بينه. الفترة اللي جاية هيكون في كلام أو في مواضيع أو ربنا هياخد لك حقك بإذن الله. الفترة دي يعني هو دايم في حياتكم الفترة اللي فاتت والفترة دي حاليا لسه موجود، بيحاول ان هو يقرب منكم، بيحاول ان هو يبقى جنبكم الله اعلم. في هنا كمان حد عزيز على قلبكم، الحد العزيز على قلبكم ده يعني حاليا هو بيفكر كتير، حاليا هو مش عارف ياخد قرار الله اعلم هو دماغه فيها ايه، بس دماغه شغالة 180 يعني دماغه شغالة على طول، مش عارف يعمل ايه ولا عارف يطلع من طاقات الهم اللي هو دخل نفسه فيها، وانتوا واقفين معاه بقدر المستطاع بتحاولوا تساعدوه. الفترة دي انت اكتر حاجة تعباك التفكير اللي في الماديات، التفكير ازاي تخرج نفسك من كل اللي انت فيه. في هنا طاقة انتظار صلح، حد منتظر يصالحك او انت منتظر تصالح حد الله اعلم، بس انت هنا عندك صلح بينك وما بين حد، والصلح ده هيكون خير. بعد الخلاف اللي بينك وما بين الشخص ده هيبقى الامور باذن الله هتتصلح،
وهتاخد جزء من اللي انت شفته الفترة اللي فاتت، علشان خاطر زي ما قلت لك في حد بيحضر لك هدية، في حد ناوي يكلمك، في حد بينك وما بينه هيكون في رابط قوي، الله اعلم. بس انت مستني بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هي اللي هتنجحك وهتخرجك من كل الطاقات اللي انت بتمر بيها الفترة اللي فاتت. في طريقك ثلاث اشخاص دول قادمين ليك، منهم اللي هيساعدك ومنهم اللي هتحط معاك نقط على الحروف. انت الفترة دي من احسن الطاقات اللي واخد بالك من نفسك فيها، من احسن الطاقات اللي انت مهما تمر بضيق وبخنقة بتقول انا ليا رب كريم ومش هسمع كلام اي حد زي الاول. بعض المقربين اللي بيحاولوا يأثروا عليكم، بعض المقربين اللي بيحاولوا يضغطوا عليكم، انصحكم ما لكمش دعوه بحد، انصحكم تهدوا اعصابكم، انصحكم تبصوا لنفسكم، انصحكم ان انتوا ما تسمعوش كلام اي حد يتدخل في حياتكم الفتره دي، علشان خاطر طاقات الغدر والهم اللي انتوا بتمر بيها وشايلينها فوق كتفكم الفتره اللي جايه تتغير، والفتره اللي جايه تدخل في احلام حلوه. انت احلامك فيها كوابيس، وعشان كده حاطط ايدك على خدك طول الوقت، تليفونك صامت طول الوقت، ما بقتش عايز تتكلم مع حد، حتى ما بقتش تحب تخرج من البيت. بعد ما كنت حاجة بقيت حاجة تانية خالص. بس لا، في حد هيدعمك وحد هيتمم أمورك اللي ببالك حاليا بتسعى عليها على خير، علشان انت هتطور علاقاتك بنفسك وهتطور مواضيع عندك بنفسك، هتسعى عليها وتشتغل عليها بإذن الله طول ما انت ليك رب كريم ما تنساش ابدا. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتكون غير فترات كتير فاتت في حياتك. بس ارمي ورا ظهرك وما تسمعش كلام حد ابدا، وركز بس على اخبارك. انت عندك قبله، عندك اخبار، عندك انتصار، عندك احداث جديده، عندك مواجهات مع حد، الله اعلم. بس انت حرفيا فعلا عندك حاجات جديده، والحاجات دي هتجدد من نفسك فيها واحدة ورا واحدة، علشان انت طال انتظارك في كلام، طال انتظارك في مواضيع معينة. فان شاء الله بإذن الله جبر الخاطر هيكون من نصيبك الفترة اللي جاية.